السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. إخواني في الله وحن درسيني هوري anka ku soo dhameeyay dagaalkii Badr iyo guushii Islaamka u soo hoyatay Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sida macaan u hoggaamiyay ciidankiisa iyo guushii u soo hoyay. Dagaalkii Badr iyo Uhud intii u dhaxeysay ayaan caawa taaganna. Dagaalkii Badr kadib Nabigu alayhi salatu wa salaam wuxuu guursaday Hafsa بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حفصة إن أنت عمر بن الخطاب أيو جوسدي مركي أذجيجي وكردن تي صحابي خنيس بن حذافة السهمي صحابي جاس قبي مركي وكردن تي أيو عمر عثمان أتجي عثمان بن عفان أيو أتجي وحكوا لي وحن ربان قبر دي حفصة إن أنكو جوري كورن عثمان وحا او يلي وان كسو فكري جوابتان انا حسين دونا كدب مركو جواب اسو علين واي ايو اتقي ابو بكر صديق رضي الله عنه وحا كويد ابو بكر او ان انت يدي حفصة اي الربين كو قوري اي كورا وكا امس وح جواب مسين عثمان وذكوري جواب باكو سين لكن أبو بكر وله اللواء وكأمس عمرو يرح حناقي يعني جواب كسوغيا وكتغي ما لم كدب أي النبي عليه الصلاة والسلام عمر كوي يري حفصا ربع إن نقرسد النبي قرسد حفصا أبو بكر أيا أركي عمر وكاسا واحا وكوي روحا أمرين يا إنا دي حناق سنت ها بو يلي خلى شيء جواب بالإسئلة هاي وحاول وحن مقلين نبيك أو هذا الهيا نبيك هذا إسكت دي لها ونقول سن لها لكن نبيك هذا الهيا دان ها كل هذا نبيك أنك هرق هذا سيدا أوجد وان إن سرت نبيك أنفافيان ما ندوني إن قبرنا أن ديدنا ما ندوني إتا أوجو ورالي قلي نبيك عليه الصلاة والسلام دقال كبدر دبدي وحا أقولي قبدي سي فاطمة علي بأقولي النبي عليه الصلاة والسلام علي بأوي من النبي سقو حشانا يا ودوني إنو قبدي النبي أقول سدو مركز سوئي مدو نبي كويل محارو سعطا وحا أقولي لرسولك إلهي خير نبي وحو كويل عليه الصلاة والسلام لعلك شئت تخطب فاطمة حلقية بين فاطمة دونيس من سيدا هين نعم بي رسولك إلى هيو نبي قوحا ويري وح ما هاي ساعة مهرة أتسيسي مي بي رسولك إلى هيو درعي نبي قولي درعي جي أنكو سيئة دقالك أتكو قليسي آوي كاسي وأفر درهم بي رسول الله مساقة قيمة ولا نبي قوحا ويري درعي جاسي أنكو قوري فاطمة وقبدي أيو قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي وحى أكوي لقبل دا وحى أكوي قوري درع جاس مهر وقدك نبي قوادي يا ري قبل دي سي فاطمة قطيفير قربت كي بيها كو عبي سي ما خدد يا ريدي كو سيحاني سي أو عوص لقب بوحي انتاس أيو كو دياري النبي عليه الصلاة والسلام
فاطمة علي أي قرسدي ابن الجوزي وحا ويري تالله ما ضرها ذلك وحلي إذا سي مدي بن عائشة بيد إلهي فاطمة بيد إلهي طاهر يلوها بيد نظيف أيوها إنه وحويدو وحويلي يملي سيقول شقين شري إنه وشقي سنجرت يدو عشيمي شرتي وعن تدي سميسين شرتو سنة بيها أيو سودا من شري ما لي بقولي مت فاطمة وحا كويري فاطمة والله سنة بيها أسود أميني أي لابت حنونس مركا أبا وحا الدوما لكاني دقال لغو سوى قبطي قار إنو أذيقا وحن كسوى قادر نيبال أبا إنو قطك وآيا هبي تري نبي قي أتكتي عليه الصلاة والسلام سأوي دي ستو إنا يروع شقيس نبي قو سوى سيو مركا نبي قي أكتمد أي نبي كوري ما شاء بك أي بني إن أنت إذا يريد محاكو كاني وحي تري جئت لأسلم عليك سيان كو السلامان وإمد رسولك إلهي ويحشوتي إني وحوي ديستو أيك حشوت النبي عليه الصلاة والسلام وإذا كسو النقطة علي وكوري محاكو هلي وحي تري وان كحشوت رسولك إلهي وحوري إن مريها الولا تقني رسولك بأوي مادين عليه الصلاة والسلام علي بها رسولك إله يو سان بيها أولها مين يلاك حنونت فاضما واحد رسان عجين تأوذي يقع مي أتكاد رسولك إله يو وحنا المقل لي قار بذن دقال كلاقس وقف صدي ودومي الله يو مركا رسولك الله تنو أذيك هدى النسيل لهي وشفعنا لهي نبي قوحة أولي والله لا أعطيكما والله إني مسينا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أهل الصفة مساكين تمسات الجلسي أيها قاچون السأوح أي عنان بيلايهين إنه كنا واحد رادين إنسان قف إني أديجا ما يبيو الرسول كون وريبين يا لعكت وذا كو قوذين يا مساكين تمسات قش ساس النبي كود عليه الصلاة والسلام ويك سعدان مركي جوري جوجا يتجين أي قطيفة دو ديسك هو دين إسكسي حنا قطيفير markay lugaha ay hoodaan madaxa qawanaanay adan madax iska saarnaan lugaha qawanaanay barli ayu nabigu u soo galay alayhi salatu wasalam markaasay boodeen markaasuu nabigu kuuri makaana kuma meeshiina iska jooga wuxuu nabigu kuuri ala akhbirukum bi khayr wahad waydiiseen wax iniga khayr badan ma ini sheegay buu nabigu alayhi salatu wasalam ha bayna rasul allah nabigu waxa uu yiri jibriil baa ibra alayhi salam كلمات وجبريل إبرويان إلهي بعد التسبيح سنة السان صلاة والب كدب طمن قو واد ما هدين السان واد وينين السان طمن طمن مركت فراش كينا أدوه يتانة ربطان إنا صيحتانا التسبيح سد إلهي سدح إيا صدن قو وسبحان الله والحمد لله سدح إيا صدن قو الله أكبر وأفر إيا صدن قو علي وحاو يري كمان تجين انت والله العظيم انت النور اوردن مرنا امدافين حتى مركب دغالك الصفين كمان تجين بيقول يوم حسن جري النبي عليه الصلاه والسلام قيس كيس السداس اي النظامي او ادبيي ادون كان اي وحن اي ما جليس النبي عليه الصلاه والسلام مسلمين تاس منتهيسه اي النبي لا سعتيني وحو كخري قلبي غوغل الهي بو كخري سبحانه وتعالى هذا بدغالك بدر كدب وحا نشاط عسكرية هاو ميلتري او دا حيسي ايا جرت دقال كي بدر اي احد وحا سو ارقني الهي سبحانه وتعالى انو اقر قاري دقال كن بدر مسلمين تو اقر قاري ارين تاسي وحي اد اني اتشابسي او اد اغن حي مشركين تي رمك وحا كلو اد اغن حي يهودي دقنيد مدينة دجاني يهود الواحد كل تهاي نحذين بيكون تهاي مر والبقون النبي عليه الصلاة والسلام دولة دي سوء أي قوة ديارته أي مشركين تأي كقول يسيتو إياك عبسان يا إن مركز دمبا لقى صار الدون المدينة الله دجال من دونه الله بدا سبب واحد نفسين ومشركين تري مكة الله قاعد كهذا يهودي مدينة دجاني الله بدا ويك عسين labadba way xanaaqsayeen
إلهي وكيلها لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا تتك مؤمنين توحى عداوة بذن أهيب إلى هيري عداوة درنتها ويهود هي مشركين وحكى له أو توغى مدينة أو آدو حناقسن كوحد المنافقين تهايد أم مدحتها عبد الله ابن أبي ابن صلول يكون ويحناقسين ويقوح حيان يكون ماش كوح أفراد باي ترتقوا مدينة أكدقن وبدو دي ريم مدينة إياك إسلام إيا قال لمئي ومسألة داسي مسألة خصيصة معه إياك هدف كوهو حويان مدينة مرمرية مادان باب بوحكو قاتم وحباي بوابان وحباي دعان ويلا بحصدان نبي قو هدب عيدا كي هدو قوات ويالي وعيدا كي قال دي وولا مشركين تي أيكا أتكهدين وحي كعب سانيان إن أسورو بي ويدا مرضا بإن مدينة أي صواب بوابان يكون ويقو حيان ماش وحا نبي عليه الصلاة والسلام عددي سأهيد وحا أدري تري قار وردونا عيدا مير ومدينة أك ميريستا أكسو سعودة ميرها وحي ورا سوتبية مدينة محاكو سو سعودة مدينة لا إله لنا يا والدولة دي إسلامك نبي محمد با عليه الصلاة والسلام هجامي هي وحي إلى لنا يا أي شيء أقصه سعد المدينة وأكور تقيا تدكي وردون كأها أي النبي وحي سو قارسيا عليه الصلاة والسلام إن ريب بني سليم وقبائل ريق طفانة إن إس أرسدان هبن أرسدان أي ربان مدينة إن ويرد كسو قادان أرنتا سنبي سو قاردي عليه الصلاة والسلام نبي قم الدولي إنو سوغو إلا أنت مدينة ويرك الله وسو مارت وسو قاضي مركي أرين تاسي النبي هو الصدي إن سحته وأرين كا أم مقلي نبي وحى الدياري عليه الصلاة والسلام لبا بقول أنين أجاديد كوجي وتفرده كوجي وات أي النبي الدياري عليه الصلاة والسلام وحى لوجد أنت ربنا السليم قريه كوجي أيو النبي كود أنت عليه الصلاة والسلام إلى أكسو قال ماشى اللي ده الكدر أيو النبي قويمي درباحه أين فيلين أيو النبي قبض سي عليه الصلاة والسلام كدبنا ربنا السليم ويكلا ياعين وحكته جن شم بقول أو أربك تجن ماشاس مسلمين تي أيا قاتي وحكلو نبي أقبي حالها سيدتك مسلمين تامد كي وحسيي لبا أوربوسيي أنتي كان بيتك مسلمين تأي الله حري وحكالو النبي عليه الصلاة والسلام ماشاسي وصاق طويل ير أو يسار ليله هذا مجيس كان النبي وحري عليه الصلاة والسلام النبي ماشى وح أوتشوج سد عشه أيوتشوج سد عشه أيو ماشى كسرنا النبي عليه الصلاة والسلام وعبسيني عدو إلهي تاسنا ودقال كي بدر كذب تضبط مدينة وحوك جتها جي سبع ابن عرفطة واليلي ابن أم مكتوب نواليلي وحاي مد وركلي أرنكلي آيات مد وأنا أرجع يهودي سد جوحش مدينة دحديدة بدودي نوال أرجعنا يوم لها سب جوجو حيا ليكونا نبي قريب بن السليم أو شامي أو دحيسي أو دحيسي مكة ويرك أي سوق هذا لأن قريه هو جو النبي كده أنت عليه الصلاة والسلام وعبس قليل رمك كأي قرش وضع وحي وضع شرقال إن النبي قصة ميان عليه الصلاة والسلام سيد اللود لله عيدا لما صعد ريا تطبع الله صعد ريا إيمانا يا مدينة إيمانا يا النبي جهاز كخارجين يا وحى تشذي نلا إلى هذا عمير ابن وهب عمير بن وهب دقال كي بدر أيك سؤال نقضي وسوبد بعد يسوي لكن ويل أودل يا شيرة أولي هذا وهب مسلمين تقامها وقال مسلمين تهيا حاجة سوك سوقية عمير وحو كعب سنة يا إسوع أو ما كتشوجة وحو أهان النبي قد ربي عليه الصلاة والسلام مسلمين تربي نشاعر أفتهن وهاي النبي قد جبي يكون عايش عليه الصلاة والسلام وحو كعب سنة يا عمير إن ويل كيسي وهب
dhibaato la soo gaarsiiyo, maxaa yeelay aabbihii baa nebiga dhibi jiray. Sidaa awgeed maalin maalimaha ka mid a ayuu xagga imsaadka kacbada ayuu u soo baxay isagoo fikiraya asnaamtan inuu ka barakaysuu rabaa. waxa uu la kulmay Safwaan ibnu Umaya oo meesha jooga. Safwaan ibnu Umayana wuxuu ahaa raggii waaweynaa ee ashraaf Quraysh ayuu ahaa, oo meesha isaguna ku fikiraya ayuu arkay. xaggiisu u tegey, cim sabaaxan yaa sayida Quraysh, subax wanaagsan buu ku yidhi sayida Quraysh. Safwaan baa u jawaabay, cim sabaaxan yaa abaawaha, soo falisa buu yidhi, la taxadda saaca, saacadan sheekaysanno, waqtiga waxaa lagu dhammeeyaa sheeke ah, soo falisa buu yidhi. Cumayr Safwaan ayuu ag fadhiistay. waxay bilaabeen inay ka sheekaystaan dagaalkii Bader, ayay ka sheekaystaan. hebel baa la dilay, hebelkii kale la dilay, hebelkii kale la dilay. dhibaatadii gaaldhigaalada iyo raggii waaweynaa ee laga laayay ayay ka sheekaysanayeen. arrintaasi ay ugu sheekaysanayeen baa waxa uu yidhi Safwaan ibnu Umaya, laysa wallaahi fi lcayshi khayrun bacdahu, ragga haddii la laayay dabadeed noloshuba khayr male. raggii waaweynaa sharafta lahaa, la yaqaanay, caamka ahaa ayaana laga laayay, noloshuba dhan dambe male, faa'iido male, khayrba male buu yidhi haddii raggan laga laayay. cumayr baa soo booday, wuxuu yidhi sadaqta wallaahi, runbaad sheegtay. kadibna wuu aamusay, wuu yaro foorarsaday. waxa uu yidhi warabbi lkacba, ilaaha kacbada rabbigaygaan ku dhaaranayaaye, haddii aan dayn la igu lahayn oonan ka cabsanayn ciyaalkayga dabada inay dayacmaan, intaan seeftayda qaato ayaan maka tegi lahaa, aan madiine tegi lahaa, maxamed warkiisa hoos baan usoo dili lahaa buu yidhi. maxamed iyo warkiisuba ina daayo, wixii i gaadha ha i gaadha anigana, weliba iga shakii maayaan aniga oo dad badan baa madiine tegaya mar walba oo sii socda, dadkii caruurtooda la qafaashay iyo dadkii maarta ayaa madiine tegaya, ana inankaygii wahab iyagu la jooga, waxay moodayaan inaan soo furana inankaygii, marka layga shakii maayo saasan ku tegi lahaa buu yidhi madiine. Safwaan ibnu Umaya ayaa soo booday, fursaddu inay ka tagta ma doonayo. waxa uu yidhi Cumayr, oo dhegayso, ijcal daynaka kullahu calay, daynkaaga oo dhan aniga igu daa, fa ana aqdiihi canka mahma balaq, intuu doono ha laakaada daynkaaga anaa kaa bixinaya. wama ciyaalu fasaadumuhum ilaa ciyaali, ciyaalkaagana ciyaalkaygaan ku dari intay noloshu ila dheertay, maalkaygana waad ganasan in lacag la waahay, nolol fiican bay ku noolaanayaan ciyaalkaagu. waa labadooda. Cumayr ayaa waxa uu yidhi haddaba warka hanqarino, walaa tutlic calayhi axada, qofna ha u sheegin. Safwaan baa yidhi arrinta adigaa leh. Cumayr waa booday marka, isagoo ay laabtiisa xiqdigii iyo cadhadu nebiga u hayay calayhi salaatu wasalaam ay ka horayso, wuxuu bilaabay inuu is-ilaaliyo, inuu diyaar garoobo. faraskiisii buu diyaarsaday, seeftiisii iyo gebi. waa Cumayr, waa loo diyaariyey, seeftiina sun baa loo mariyey. waxaa la rabaa nebiga calayhi salaatu wasalaam in aayad madiina lagu soo ikhtiyaalo, shirqool khatar ayaa nebiga loo sameynaya calayhi salaatu wasalaam. faraskiisii buu qaatay, waa isa sii daayay ilaaya madiina, isaga oo xiqdiga iyo cadhada u hayo, haba lagu dilo adiga, maxamed arrinkiisa inaga aas buu isleeyahay. Cumayr markii madiina uu soo gaadhay, xagga iyo uu og yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha ummadda ka hogaamiyo, wax ka maamulo, oo asxaabtiisa dhex fadhiya, waa masaajidka, masaajidku isku soo sii daayay. markuu meesha uu faraskiisa isagoo ku xidhanaya, ayuu Cumar ibnu Khataaba meel yaroo masaajidka agtiisa asxaabta kula sheekaysanayay, dagaalkii Bader bay ka sheekaysanayeen iyaguna, ayaa wuxuu arkay ninkii Cumayr oo faraskiisii xidhanaya, oo seeftiina xaggan u sudhan tahay qoorta, oo masaajidka soo gelaya. Cumar ibnu Khataab ninkana wuu ogyahay, ninkan waxaa la odhan jiray shaytaanu lcarab, Cumayr shaytaankii carabta la odhan jiray, ibliis buu ahaa, yacni nin daran buu ahaa. Cumar baa argagaxay,
وابو هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب واكن عدو الهي عمير بن كلب واكن بيري والله ما جاء الا لشر وحيمد وحكى لما هب الشر بيمد وانكي مشركين تنغو صدري مكه مشركين تنغو صدري بس اسنا و دغالكي بدر كهر رجي لفدي اصحابتي با وحا او كيري ارض او دقاقه والنبي أكتب سيد عليه الصلاة والسلام من كان أينا خيانة ما أنا سمينين كدبنا عمر صيابة صحابتي وقهري حقا إيا النبي اسكو سيداي عليه الصلاة والسلام نبي قيب كوري يا رسول الله هذا عدو الله عمير بن وهب وكان ننكي عدو قي إلهي عمير بن وهب سوى صعدا سوى سيفتي سيوتا أي النبي الله سوى صعدا وما أظنه إلا يريد شره أمنا ملايين ما يشر إن الدنيا ما هي نوحك الأم ملايين ما رسولك إلهي نبي وحقه عليه الصلاة والسلام أدخله علي يسو قلي سودا فاروق أيا اسكو السيد داي عمير بن وهب قنت يقول ماشا اسكاتي ماذا أيو سوقفت ماشا سافتين وكو قفت اسوق أوتيدا يا عمر نوانا يكسو هذا لأنين قوات بضنبوه أوتيدا يا بسيبة أيو أيمد نبي أرك عليه الصلاة والسلام نك يقارتين وحدي جيك جحري ماشى قلت جسكاس ولطنا وهيو وشيدا ينكي نبي جوحة وكوري أطلقه يا عمر عمر وسيدا نك سيدا عمر وسيدا وأكتوق عمر والدكتور يه وكعب سنة النبي إله إلا ديله نبي جوحة وكوري استأخر عن دبوا جنق عمر دبوا جنق عمر وعمر وأسكري دبوا الله نبي جوحة أكويري أدنو يا عمير عمير سودو وسودو هذه أنعم صباحا كويري صباح وناس محمد نبي جوحة أكويري عليه الصلاة والسلام لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير إلهي وحن نسي سلام كفي عن سلام طال صباح وناس هي بونجوري بونسواري وحا ولا قتلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو إلهي نسي سلامته هو ناكسن بلك السلام عليك نبتقل يكركينات ورحمة الله نحريست إلهي وبركاته يا بركة إلهي محاك في عن سلام كيف يحب الشواب يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لبضى مسلم مر والبؤي كل ما تاسي قدو عيسان إياه مر والبسلام عليك ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك ورحمة الله وبركاته أحيكو أربا ما نضطكو أبدا السلام تبيس توا شيء ولا صوها إياه أيك أوران هو إيه بكو إسلام تي كلمة داس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركي لو معني اللي يردين كإسلام كأيا اللي سكو السلامة أيا واحد تري ومحاك وناك سندين كان مروا والبقوا اللي بضا مسلم إسعار كان هذا إنت سكو السلامة يان دي واحد كسي الدنبيان وكسي معايا هيبة نبي مبدأ إيسا أيو كفانا يا عليه الصلاة والسلام دولدس أيو دستي السور قارو سميستي حتى سلانتي سنبي قوى سعسين يا عليه الصلاة والسلام وحاوي العمير والله ما أنت ببعيد عن تحيتنا والله سلانتا دي تيدو مكالفوغا وإنك بها لحديث عهد سلانتا ويكوكو عصبتها محمد ويكوكو عصبتها بولي اسكو وقتي اسكو سلام بان أهان شري نبي قوى حاوي الشاكذا كبح ما الذي جاء بك يا عمير عمير محاكو كان محاضو سعطا أقول ولو وحيو ذي النبي عليه الصلاة والسلام عمير وحو أسعطا أهد النبي وهي وحاو يري وحانو إمد ويل كيغي أدقى قبصتان وهب إن إيسي ديسان أنفرطو وحد ربطان أيانو إمد نبي وحاو يري فما بال السيف الذي في عنقه سيفتان أبقارتا كسي يتدنا محاضو وثا وحاو يري قبحها الله من سيوف والسافها إلهي هي كحمة يوقع كليدة السافها وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر مالك الدقال كي بدر محبين نوتر تبع من كجو ليس النوع ما الدقال كي محبين نوقب تبع نبي جوحة ويري أستقني رن إشاك ما الذي جئت به يا عمير عمير ومحاض أتي مد بالنبي كوري وحاولي ما جئت إلا لذلك أنت أمامي من محمد نبي جوحة ويري عليه الصلاة والسلام بل قعدت واتفليستي أنت أذيق يا صفوان ابن أمية عند الحجر كعبدة أكثر أطفال ستة اللي بدين أمي هاي
waxaad ka sheekaysateen dadkii dagaalkii Badr lagu laayay hogga Quleybka lagu riday ayaad ka sheekaysateen. Kadibna waxaad tiri adigu lawlaa daynun calaya waciyaalun cindii la kharajtu xataa aqtula muxameda. Dayn haddaan laygu lahayn oonan ka cabsanin ciyaalkayguna inay dayacmaan aniga dabaday, intaan madiine aan tago ayaan muxamed soo dili lahaabaa tiri. ninkii Safwaan baa ku yidhi igu daa daynkaaga iyo ciyaalkaagaba aniga. sidaasaad u soo baxday. wallaahu xaa'ilun baynaka wa bayna dalik, ilaahay baa arintaas oo dhan ogaa oo warkaana ii soo tebiyey. cumayr wuu argagaxay, waxa uu yidhi isla markiiba ashhadu annaka la rasuulullah, waxaan qirayaa inaad rasuulkii ilaahay tahay. kadib waxa uu yidhi wallaahi rasuulkii ilaahayow, waxaanu beenin jirnay khabaru samaa, warka samada ee leedahay malag baa i yimaado waa la ii waxyoodaa, waanu beenin jirnay rasuulkii ilaahayow. laakiin arinta aniga iyo Safwaanna dhex martay rasuulkii ilaahayow qof garanaya ma jiro, aniga iyo Safwaan umay ahayd, bas Safwaan xaggii baan kaga imid. wallaahi laqad ayqantu annahu maa ataaka bihi ila allah, waxaan ogaaday oon yaqiinsaday rasuulkii ilaahayow warkaasi inuuna ku soo gaarsiin ilaahay mooyaane. alxamdu lilaahi aladii saaqanii ilayka sawqan, ilaahay ii soo kaa kaxeeyey soo kaxayn, liyahdiyanii ila alislaam, soo islaamka igu soo hadeeyo, ilaahaasaa mahadda buu yidhi. kadibna wuu ashaatay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamed rasul, wuu islaamay. nebiguna waxa uu yidhi faqihuu akhaakum fii diini, walaalkiin diinkiisa fahansiiya buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. wacallimuuhu alqur'aan wa atliquu asiira, qur'aankana xafidsiiya oo bara, inankiisana usii daaya buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. muslimiintii aad iyo aad bay ugu farxeen cumayr ibnu wahab soo islaamka u soo islaamay. cumar waxa uu yidhi wallaahi doofaarka ayaa ka jeclaa, agteeda looga jeclaa cumayr intuuna nebi soo islaamin ka hor, laakiin maanta ciyaalkayga barhkood yaan ka jeclaa isaga. cumayr waxa uu bilaabay inuu islaamkii u diraaseeyo oo qur'aankii u barto, oo yacni qofka muslimka ah waa inuu diinkiisa u barto. maxaa dadka ugu yeedhi hadda diinka aad uqoon, waa inaad diinkaaga aad baratid. ninkii cumayr ahaa waxa uu bilaabay inuu diinka islaamka u barto. Safwaan ibnu umaya dib aan ugu noqonay isagana maka, maka ayuu ninkii faraxsan yahay. waxa uu soo marayaa meelaha ay quraysh iskugu timaado ayuu soo marayaa, waxa uu ku leeyahay abshiruu binada'in cadiim, ku bishaaraysta war weyn baa inii soo socda, waxaa inii iman doona wax inii ilowsiiya dhibaatadii inii qabsatay Badr, war inii ilowsiiya inii iman doona war farxad weyn baa inii iman doonta, saasuu ku leeyahay. usuu ka leeyahay kolba meel buu tegaya uu leeyahay bishaaraysta war baa soo socda. markuu wax wara u waayey wuu cabsaday, wa ninkii maxaa helay, ninkii aan dira cumayr maxaa heladaasuu hayaa. kadib waxa uu bilaabay inuu dariiqa istaago safarada ka imanaya madiine, ayuu ka hor ku ordaa war war maad haysaa, madiine waxma ka dhaceen, bal ibi shahridaasuu hayaa. nin baa yimid socda, kii baa ku yidhi war baan ku hayaa, war fiican baad haysaa bishaare sheeg buu yidhi, warka hore ka soo dhiib. waxa uu yidhi ina cumayr qad aslam, ninkii cumayr wuu islaamay. dib buu u booday marka musiibo, sidii waxay musiiba ku soo degtay oo kale. isaguna wuu argagaxay, dadkii wixii uu sheegayo dhanna been bay noqotay. ilaahay baa ilaarsanaya nebigiisa calayhi salaatu wasalaam. cumayr ibnu wahab isaguna diinkii buu fahmay. kadibna nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam, waxa uu ku yidhi rasuulkii ilaahayow, laqad gadara calaya zamaanun wa ana daa'ibun calaa itfaa'i nuuri illaah, nebi allow in badan ayaan dagaal islaamka la dagaalamayay iyo diinka islaamka iyo adiga kula dagaalamay, san nuurka islaamka u baabi'in lah, dhibaato badanna waan soo gaarsiiyey islaamka iyo muslimiinta. waxaan kaa codsanayaa rasuulkii ilaahayow, ee ogolow inaan maka aan tago si aan quraysh ilaaha iyo rasuulkiisa ugu yeedho. haddii ay aqbalaan waa khayr, hadday i diidaanna rasuulkii ilaahayow waan dhibi, san adigaba ku dhibay. nebigu waa yahay buu yidhi orod, maan ku ogola. siduu u soo socday
ayuu saaxiibkii safwaan ibnu umaya u yimid. Waxa uu ku yidhi, safwaanow, waxaa tahay nin madaxaa tahay, nin maskax badan baa tahay, nin caaqilaa tahay, war sanabkan iyo dhagaxan aad caabudaysid iskaga tag oo ilaahay rumee. anigu laa ilaaha ila allah muxamed rasuulullah ayaan qirayaa buu yidhi. isagii buu bilaabay markaa inuu dacwadii islaamkii ugu yeedho, wuxuu bilaabay inuu maka dhex maro oo dadka islaamka ugu baaqo. qisadan maxaan ka fahmaynaa? qisadan waxaan ka fahmaynaa mushrikiintu waxay doonayeen tasfiya jasadiya inay nebiga ku sameeyaan calayhi salaatu wasalaam, inay nebiga ay dilaan, inay dacwada islaamka ay hor joogsadaan. waa ninkan waa irhaabi weyn bay leeyihin, caalamka oo dhan ayuu xorayn doonaa, waa in ninkaa la dilo ayay ku heshiiyeen. waxaa kaloon ka fahmaynaa qisada mujrimiintu inay mararka qaarkood adeegsan karaan dadka fuqaraada, lacagtaada anaa kaa kor qaadi, ciyaalkaaga aniga igu daa, laakiin khayrkaa ka hor joogso, arrinkaa ka hortag. waxa kale oon ka fahmaynaa qisadan cumar ibnu khaaab radi allaahu canhu xisi amni siduu u jiray uu nebiga u ilaalin jiray calayhi salaatu wasalaam. isaga cumar haddii la dilo ama qof saxaabiya la dilo mushkilo weyn male, laakiin saaxib arisaala in la dilo nebiga calayhi salaatu wasalaam khatarteeda weyaan. shirqoolkaasi saasuu nebigu uga badbaaday calayhi salaatu wasalaam. waxaa kale oo dhacay dagaalkaa beder kadib, uxudna intaan la gaadhin, qaswadii duulaankii la odhanayay qaswat bani qaynuqaac. waxaan hore uga soo hadalnay nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu yimid madiina in yahuuddii madiine deganayd uu nebigu heshiis la galay inay madiine ay difaacaan oy dadka kale ay la jirin, in wixii dhexdooda khilaaf yimaada in si wanaagsan loo xalliyo, waxaasoo dhan ma ka soo haragna. laakiin raggani waa raggii ambiyaada ilaahay laayay, ballan ma le yahuuddu, wax ballanna oy leeyihiin ma jirto. had iyo jeer waxay ka shaqeeyaan dacwada islaamka siday ugu hortegi lahaayeen, u baabi'in lahaayeen, ay dadka muslimiinta iskugu diri lahaayeen ayay ka shaqeeyaan. ibn isxaaq waxa uu warinayaa nin shaas ibnu qays la yidhaahdo oo yahuudiya, wuxuu ahaa nin yacni marka la sheegayo cadownimada islaamka loo hayo waxaa lagu tiriyaa shaas ibnu qays ragga ugu daran buu ah ee marka islaamka lasoo hadal qaada matag baa qaban jirayba nebiga calayhi salaatu wasalaam xiqdiga iyo caradu u hayo. ninkaasa waxa uu soo maray asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam, aws iyo reer khasraj, reer banu qaylaa la oran jiray, madiinay deganaayeen, weligood dad islaaye ahaayeenoo dagaal xoog leh ayaa soo dhex maray. laakiin nebigaa u yimid calayhi salaatu wasalaam, nebigaa walaalaysiiyey, cadownimadii iyo dhibaatadii dhexdooda jirtay oo dhan nebiga ka maydhay, ilaahay buu kuwa la xidhay. inay walaalo yihiin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam baray. wixii xumaan ee dhexdooda martay oo dhanna nebigu waa ka maydhay calayhi salaatu wasalaam. ninkaasi waxa uu soo maray raggii aws iyo khasraj oo wala fadhiya oo sheekaysanaya oo maaragtay ayuu soo maray, walaalo ah oo la kala garanayn ayuu soo maray. arrintaasaa dhibtay, waxa uu yidhi, wallaahi hadday aws iyo reer khasraj ay sidaa u midoobeen, meesha inaan joogna maaha, waa inaan ka guurnaba, ama dhexdooda waa inaan fitna ka kicinno. haddii raggani ay maanta midoobaan ay walaaloobaan, khalaas innaka inoo midoobayaan, innaka inoo walaaloobeen, way ilaalayn doonaan. inaan yar buu kiciyo marka, waxa uu ku yidhi, dhex gal raggan, gunta u gal, sheekadooda dhegayso, xasuusii wixii soo maray yowma bicaas, dagaaladii jaahiliyadii xasuusi, buu yidhi. gabayaashoodiina tiri, waxay isku tirin jireen raggan intii laga laayay, raggan intii laga dhexdooda kici, buu yidhi, isku kici. ninkii waa soo dhex fadhiistay, inankii yaraa wuu dhegaystay, kaftankii buu isna dhex geliyey, gabay buu dhex geliyey, in yar buu dhex geliyey, raggii intii laga laayay, reer aws, reer khasraj intii laga laayay, way isku kaceen. mid baa bilaabay, yidhi, annaka ka dad badnayn, annaka intii la laayay, way isku bilaabeen. asxaabti baa isku xanaaqay, reer aws iyo reer khasraj baa loo kala baxay, seefihii baa la isku qaatay, waa la ballamay, waxaa la yidhi, banaanka inoot,
السلاح السلاح بعد هبك هبك الله يعلم في النظر داو يضع هبك الله يعي وهبك الله سوق هذا نيو أي النبي عليه الصلاة والسلام مركز سوقاري ومقل النبي رجي إن شاهلي يدي لو جسوا كعيي وحكم النبي عليه الصلاة والسلام بدي بلو جسوا كعيي النبي عليه الصلاة والسلام ويسوس رجي وصو أرضي مرد يصير لك أي شيء عليه الصلاة والسلام مركز الرجل السور نحتاجه وحقوا للنبي سبع صحاتي سلها الله يا معشر المسلمين الله الله أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم نبي وحقوا لي مسلمين تماشي اسكوت ميدي الله الله بأن يقول داري ما وحد دب أقول نقول إنسان جاهلية دي أي دب أقول نقول إنسان ما وحي أن نجم ما يرى أن نجم ندي فيه أي دب إسكو فان إنسان وليبا أن يقول إني دح شوقة أنا دح دين شوقة أن يقول دحنا الله أن يدبينا يو وحين يبرا يو ما تني بربارينا يو وحين يفهسينا يو أو إني دح شوقة أي جاهلية دي دب أقول نقول إنسان بوري النبي عليه الصلاة والسلام والمونة إلهها إسلام في نجوس هذين مونة إلهها نجوس كرامين وحي جاهلية دي مونة إسلام كن نجم ميرين مونة كفرية يا قال لي مدي إسلام كن نجم بدبادين مونة إلهها إني مديسين وقلوبتين أو ناس شعلين وما هو حنا تكون قنسا النبي محمد وحديث يم حاضر ما صلى الله عليه وسلم النبي محمد بق وحديث رجل وهو لي النبي عليه الصلاة والسلام وحي قرتين إن يخلدمين نزع من الشيطان إن يكون دعان أي قرتين ويسكد الأوية رضي الله عنه لقوم ما نفسدين ماشي بيسكد دوجين يك أول الله أي النبي الصورة عن عليه الصلاة والسلام نبي قصدا سؤدمي في النداس يهودي أس ساس أربين مر والبئني مسلمين تتحدوا ذا إسكهر كانان أو خلاف أي جليان هذا برهب من قين قاع مركي أركان مسلمين تجوش أي سوهوين دجال كي بدر أي أركان إيو عزيجا إيا شرفت إلهي أسي حقد بدن أي أسي قاد الإسلام رجع أبدر نوحها كعب ابن الأشرف نكي لورني وكان دونا يهود مدينة دجن أرب من قين قاع مدينة أحد الدجناين إياكنا وحي أهاين ضد بدن بأهاين مدينة مركز اللي يراه ذو تمال وحي براها تما أردن إياكا كشاقين شري ذهبك إياكا كشاقين شري وحي اللحام ذا إياكا إسك الله ويالك الله السماية بدي إياكا كشاقين شري وحا صردن وحي السميستان هب فربضن أي سميستان رقنا وي دياريين تضبب قل أونين أو دقاليان وي دياريين وحين أهاين يهود مركا لقاها الليو يهود أوردن رقا أقوب جيسي السن أي الرب نقين قا أهاين وحين أهاين بلنتي النبي قال لقال عليه الصلاة والسلام أي يهود أوردن أي لقا شيء كو يقوه ري بلنكا كبح أي أهاين النبي قو مركو أركي وحي الشر وضان حمان وضان إنه هو بيسنا يان هبك أي سميسنا يان مركو النبي قو أركي عليه الصلاة والسلام إيو مسلمين تسديس قرب إن إسكهر كانان النبي جوا أتجي سوقي ربنا قين قاع أيس كوير النبي عليه الصلاة والسلام النبي جوا إيش رحتاجي وحقوا يا معشر يهود يهود الماشي إسكوت مدين أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريش والإسلام أنتنا إني أسيبين قريش بحي قاري أنتنا إني سو قاري إسك إسلام بقول النبي عليه الصلاة والسلام قريش واد قرنستان وحن قارسين قريش وحي قاري واد اتاقنايدين واد اغيدين ارين تاسي انتين اني سو قاري اني كان اسك اسلام بولي النبي عليه الصلاة والسلام وي سو بودين مدبا وحوري يا محمد لا يغرنك من نفسك انك قتلت نفرا من قريش محمد او ايونك كذيني ايونك شدارين ان يرى قريش ان الليسي او بدو ان دقالك اقون أي الله إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس محمد هذا أنك أن لا دجال أنت
inaan dad dagaalka yaqaano aan nahay waadna ogaan waan jabaad waan jabaad nebigu waan jabayaan waxaad ogaan wa annaka lam talqa milana annaka oo kale inaad la kulmay rag dagaaliyaana nahay maxamed badowdii ma nihi quraysh eed ka adkaatay oo kale ilaahay nebigiisu ku soo dejiyey qul liladiina kafaruu waxaad ku tiraahdaa kuwa gaaloobay satuqlabuun waan iliga adkaan watuxsharuuna ilaa jahannam naarta jahannamana waan ili xashirin xaggaasaan ili ururin qad kaana lakum aayatun fii fi'atayni iltaqata war cibra meyna inugu jirin wax ku qaata labadii ciidan ee isku hor yimid kuwii muslimiintaha iyo kuwii gaalada fi'atun tuqaatilu fii sabiili illah wa ukhraa kaafira qaar gaala ah iyo qaar muslimiina oo dagaalkii beder ku cibro qaata oo kuwana ay yaraayeen kuwana ay badnaayeen ilaahay sidii maarta wallaahu yu'ayidu binasrihi man yashaa ina fii dalika la cibratan liuli labsaar arrintaa wax ku qaata bu ilaahay le ninkii aragti leh ee caqli leh ayaa wax ku qaatee ilaahay rasuulkiisa waa u kaalmayn yahuuddii xiqdigii iyo xasadkii iyo dhibaatadii ay sii hayeen bay sii badiyeen waxaa dhacay ibnu hishaam sida uu warinayo haweenay carabta oo muslimada ayaa waxay timid suuqii reer banu qaynuqaac bay timid bidaacayar bay la timid kadibna waxbay iibsatay nin dahabla ah ayay ag fadhiisatay yahuuddii baa ku soo ururay meeshii waxay ku dhahaan wejiga bal aan wejigaaga aan aragno marada ka qaad wejigaaga aan aragno way iska diiday kana ay wax ka iibsanayso ayaa yaro wareegay iyadoo oo sii jeedo wax maradii iyadoo dhulka fadhida ayaa maradeeda toobkay xidhnad hoosta intuu qaaday soo yaro laabay ayuu ugu xidhay xagga dhabarka ayuu ugu xidhay biin iyo waxbuu ugu qabtay si markay sare kacdo ay u qaawanaato way sare kacday kadibna iyadoon waruhayn way qaawanaatay way qosqosleen meeshiiba qosol ayay u daateen markaasay qayliday nin muslima oo iimaan leh oo dareen leh ayaa soo booday kiibuu kamu hadlina kiibuu qoorta u gooyey mid yahuudiya soo ordo kii muslimkiina meesha ayuu qoorta u gooyey muslimiinti baa soo yaacday yahuuddiina way soo yaaceen meeshii baa laysku qabtay waa laysku qabtay meesha dhibaatadaas ayay sameeyeen waa haweene muslimada muslimiinta oo dhan ayay difaacaysa maantana arkhas dam waa damu muslim dhiigga ugu rakhiisa maanta maanta imisaan maqalnaa imisaa ciraaq lagu dilaa imisaa lagu dilaa adduunka dam dhiigga ugu rakhiisa maanta haweenadaasi waa islaamaa ayay tiri waay islaamkaygiiyo waa loo soo wala yaacay oo madiino oo dhan baa usoo yaacday usoo gurmatay haweenay baa tiri waa muctasimaa way muctasimaa oo muslimiinta markaa haysta intii la dhibay ciidan wuxuu soo kaxeeyey lala yaabay haweenaydii buu u gurmaday maanta muslimiintu war iskuma hayaan dareen male nebiguna waxaa yidhi calayhi salaatu wasalaam man laa yahtam biamri lmuslimiina falaysa minhum ninkaan arrimaha muslimiinta aan u fikirin annaka naga mid maaha nebigu wuxuu ihi man baata shabcaana wa jaaruhu jaa'icu ilaa janbi falaysa minhum ninka dharagsan ee jaarkiisuna u gaajoonayo war u hayn shaqadooda maa shaqadooda maa kul aniga naftada ugu filan muslimiinta ka mid maahu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni maanta waa inaad ka gubatid meel walba meesha muslim lagu dilayo oo dhan almuslimu lilmuslim kalbunyaan almu'min lilmu'min kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda waa inaad ka gubatid ninka muslimka ee lagu dilayo adduunka meesha ugu dambaysa waa inaad ka gubatid waa inaad dareentid bay dhaweyd haweenay filastiiniyada oo ilmaheegii wadatay oo meel la fadhiisato oo naaska jaqsiinaysa ayuu nin yahuudiya madaxa rasaadka ka tiriyey ilmihiina meeshay ku dhimatay ilmihiina ku dhibtay naasku jaqayaa iyadna ku dul dhimatay yacnii waa muslimiinta wax dareema ma jiro caadi waxay noo noqotay caado inaan aragno oon iska dhaafno ayay noqotay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu arkay yahuuddu dhibaatada ay wadaan
waa kacay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu diyaargaroobay. abaa lubaaba saxaabigii la odhanayay ibn cabdilmundir ayuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, aduu madiine joog, yahuuddan waa inaan darsi siina, buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. meesha dowlad islaama ka jirta, waxbay nidaaminaysaa dowladdu, kolba meel in shifto ay ka soo baxdo oo dhibaato muslimiinta loo geysto ma aha. nebigu diyaar buu, ciidan buu diyaariyey, calankiina wuxuu u dhiibay xamza ibn cabdilmualib ayuu nebigu u dhiibay, ciidankiibuu u dhaqaaqay, u dhaqaajiyey nebigu xagga iyo reer baynu qaynuqaa, waa madiine dhexdeeda. markay arkeen muslimiinta oo ku soo socday ciidanki, way yaaceen, xagga iyo dhufayskoogii dhufaysay qoteen ayay galeen. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu go'daamiyey meeshaas, uu weegaaray. waa sanadkii labaad ee hijrada, hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam, 15 habeen ayay meeshaa ku xidhnaayeen, oo nebigu u diiday inay soo baxaan. markay arkeen inay ku dhibaataysan yihiin meesha, 15 cishay ku jireen, ayay yidhahdeen, maxamedow, waan isdhiibnay, sidii aad noogu talisid iyo waxaad nagu xukuntid ayaan diyaar nahay. nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, garbadub loo xidha buu raggan, waa la garbaduubay. munaafiqii weynaa cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool, oo markaa isagu islaamnimada daahirsanaya, ayaa soo booday. waxa uu rabaa nebiga inuu la hadlo, u shafeecad qaado, inuu ergeeyuu raba raggan. waxay rasuulka ilaahay u iska dhaaf raggan. raggan reer banu qaynuqaa xulafaa baan iska ahayn, isla ahayn buu yidhi. gaashaanbuur ayaa isla samaysanay intaan noo iman adig ka hor. waxaan kaa codsanayaa raggan inaad iska daysid. nebigu wuu ka jeestay calayhi salaatu wasalaam. nebigu wuxuu xidhan yahay diricigiisii dagaalka ayuu xidhan yahay, wuu ka jeestay nebigu, uma aba yeelay diricigii buu gacanta geliyey munaafiqo. nebigu qabtay, uu yidhi, waxaan kaa codsanayaa inaad dadkan asii daysid. nebigu waxa uu ku yidhi, arsili siida, kuma sii daynaya buu yidhi. nebigu waxa ku yidhi, way xaka arsili, hoogaaga isii daa, kuma sii daynaya buu yidhi, ilaa aad raggan wanaajinaysa. waa 700 oo nin ayaa doonaysaa inaad maalin ku dishid. raggan waa raggii jaahiliyadii aan waqtigii aan isla soo noolayn, isdifaacayna, madiina difaacay weeyaan, ma sii daynayo, kuma sii daynayo isii daa. rag asxaabta a meeshan xanaaqsan, nebiga ilaahay buu ninkaan sidan islaamnimada ninkan uu muujisanaya ogow, ma nin maxamed ayuu nin muslim sidaa u qaban lahaa, waa munaafiq. nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi, waayahay, waan kuu sii daayay, waan daayay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. laakiin dili maayo, laakiin madiina inayna jaar ila noqon, oyna madiina ha ka guuraan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. madiina ayayna deganaan, gebi ha ka guuraan buu yidhi. waayahay buu yidhi, adracaad ashaam suuriya, meeshaa iyo suuriya ayay u dhaqaaqeen, ka guura buu yidhi nebigu, madiine inagu arki kari maayo, dhibaatadiinii iyo nifaaqiinii iyo xumaantiiniiba madiine ku badatay, ka guura madiine, adigana waan kuu daayo, layn maayo raggan, laakiin waa inay madiine ka guuraan. hubkii ay wateen iyo wixii ay wateen oo dhanna nebigu kala hadhay calayhi salaatu wasalaam. meeshaa markii ay tageen, hadda ilaahay cudur buu ku salliday, waxba may sii noolaanba, horey ka wada dhinteen. madiinana nebigu saas u sifeeyey, yahuuddii wuu hagaajiyey, reer banu saliim meeshaasuu ku doonto iyakiina wuu dembiyey dabkii ay wateen. waxaa dhacay, abuu sufyaan ayaa isaga oo maka jooga hanjabaya, waxa uu yidhi, wallaahi inaanan madaxayga biyo aan saarayn oo janaabo iska maydhayn ilaa aan muxamed weerar aan ku qaadayo. talkay ayaa dagaalkii bedr sare laga adkaaday, miya waa inaan sharaftii iyo magacii ay lahaayeen aan soo celiyo, wallaahi inaanan maydhanin, janaabo ka maydhanin ilaa aan tegayo madiine aan weerar ku qaadayo. taasuu ku dhaartay, ciidan buu urursaday, madiine ayuu habeen soo galay, dharaar ma soo geli karay, waa la ilaalinaya madiina, wuu cabsanayaa, hoos buu usoo galay, ciidankiisuu meel kaga tegey. kadibna wuxuu ku garaacay albaabka Khutay ibnu Akhtab, nin yahuudiya la odhan jiray, ayuu albaabka uga garaacay, ninkiibaa diiday inuu ka furo.
waruu aniga oo hebel iga fur war baan doonayaa ciidan maan wataa uu cabsado wuxuu yidhi warigaas kama furaya. Kadibna wuxuu isku sii daayey nin kale oo isaguna yahuudiya ayuu isku sii daayey oo Salaam ibnu Mishkim la oran jiray oo sayid u ahaa reer Bani Nadiir. Kii baa ka furay abaabka, kii baa soo dhaweeyey, sooriyey, khamra siiyey, warkii muslimiinta oo dhan ayuu warkii ayuu siiyey. waxaasay sameeyeen, waxaasaan sameynay, arrinta la dhacday, waxaan la dhacay, warkii buu sii daayey. Kadibna wuu u orday oo xagga ayuu ciidankii meeshii kaga yimid, buu ciidankii dib ugu noqday. Madiina ayaa meel cureed la yidhaahdo ayuu tegey. Timir meesha ka baxday ayuu gubay. Nin ansaariya oo meesha joogay oo nin kale la joogo labadii ninna wuu laayay. Waa labadii waxay dileen, timirna way gubeen. Markaasuu baxsaday. Nebiga ayaa calayhi salaatu wasalaam arrintii loo sheegay. Nebigu rag buu raaciyey eryada buu yidhi, ilaa aad soo qabanaysaan. Horey ka baxsadeen. Waxay wateen markaa salool iyo ayay wateen. Sidee u baxsanayeen ba saloolkii iyo wixii bay sii daadiyeen. Say ordayeen bay maka galeen, muslimiintii way gaadhi waayeen, dib baa ka usoo noqdeen muslimiintii salaalkii soo gurteen. Dagaalkana waxaa loo bixiyey qaswat as-sawiq, dagaalkii salaalka, duulaankii salaalka, laakiin salaal bay soo gurteen muslimiintu. Waa sanadkii 2 ee hijradii, waa Badr 2 bilood kadib weeyaan. Meesha qaswat Madiinana wuxuu kaga tegay nebigu Abaa Lubaaba saxaabigii la oranayay, ayuu nebigu kaga tegay calayhi salaatu wasalaam. Howlgalaadkii militariga sanadkan waxaa dhacay qaswo la oranayay, duulaan la oranayay, dii amr la oranayay ayaa dhacay. Waa duulaankii ugu adkaa ama maxaa idhaahdaa ugu ciidan badnaa weeyaan intaan Uxud la gaadhin. Waa sanadkii 3aad ee hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam. Wardoonkii uu nebigu diray ee Madiine wareegayay ayaa nebiga waxay soo gaarsiiyeen calayhi salaatu wasalaam ciidan inay is-ursadeen fara badan oo reer Bani Saclaba, qabiilka la yidhaahdo reer Bani Saclaba ayaa is-urursaday. Weerar bay rabaan Madiine inay ku soo qaadaan. Nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu arrinkaa u maqlay wuxuu diyaariyey 450 saxaabi buu diyaariyey. qaar fardahoogii bay wataan, qaar way lugaynayaan, qaar Madiinana wuxuu kaga tegay Cuthmaan ibn Cafaan buu nebigu kaga tegay calayhi salaatu wasalaam. Markay dariiqa ay ku sii jireen ayaa waxay qabteen nin la yidhaahdo Jabbaar ibnu Thaclaba ayay qabteen. Nebigaa loo soo geliyey calayhi salaatu wasalaam. Nebigu islaamku u sharxay, ninkii wuu islaamay. Kadibna nebigu wuxuu la saaxiibsiiyey Bilaal oo ku yidhi, Bilaalow islaamka bar kula socdo. Isagina wuxuu yidhi, dariiqa ana ina tusaya, meeshaad maraysaan ana ina tus. Ciidankii markii ay maqleen nebigu inuu ciidanka intaa le uu soo kaxaystay 450 waa badayi dagaalkii Badr mise ku galay muslimiintu 317 way kala yaaceen ciidankii. Kuwii gaalada ahaa way kala yaaceen. Laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u socday ayaa waxa uu yimid meelihii ay deganaayeen ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Meel la yidhaahda Bidi Amr ayuu nebigu yidhi, meeshaana bishii Safar oo dhan sanadkii 3aad ee hijrada xaggaasuu nebigu deganaa calayhi salaatu wasalaam. Gaaladii iyo dadkii cadowga ahaa oo dhan wuu cabsi geliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. Waxaa dhacay qaswadaas arrin baa dhacay. Waxaa dhacay roob xoog leh ayaa da-ay. Muslimiinta dharkii baa ka walaqooyey, waa banaan waxaa la joogay geedi iyo maarta dharkii baa ka walaqooyey. Nebigana calayhi salaatu wasalaam dharkii baa ka qooyey. Nebigu asxaabtu ka fogaaday, geed yar buu eegtay, dharkii buu iska saaray, wuu maroojiyey surwaalkii iyo wuxuu xidhan yahay qamiiskii iyo nebigu iska saaray wuu maroojiyey. Meeshuu ku wadhay, seeftiisina wuu surdhay, meesha yarad buu meel iska gogladay, iska seexday. Gaalada inan meel bay ka eeganayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam, way la socdaan meesha. Wakaa maxamed gaarka u baxay, nin baa isa soo daayay. Marka Ducthur ibn Alxaris baa la yidhaahdaa, dhab
سيفتي بصارتي نبي جو أهرت الله تك فارست سيفتي أنا وقلك سيبي من يمنعك مني اليوم يا محمد دوري محمد هو أيها كعلي أصحاب تادين واتكسر فوقات إلا كهلا ما أنت وأنك الرادين يباتها أيها كعلي بوري نبي يقول عليه الصلاة والسلام نبي يقول ما أرجعك حنا لا 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 ما أرد نبي يقول حاولي تأجوا مصاد والكعدي أيها حولي الله إلهي بقى مسي نبي يقول إلهي بقى كعلي شبريل بقى إسلام البريق سجبا ملك شبريل بقى يمد بها الله أيكوا كعينك الله بتكساري مركزه مع سيفتي سمار شاكل قش نبي عليه الصلاة والسلام سيفتي قاطي لابتك غفرس من يمنعك مني أنا جايك عيل بيقول لا أحد بيقول قفنا وحيك عيلين كانوا مجر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله بيقول وحنقرأ يا رسولك إله إنات والله قف ضد بك وصو أرورين ما يا محمد نبي عليه الصلاة والسلام سيفتي أيوسي ينكي أرد بكوري قوم كي سيبا السوق يقولي خلاص ما أنت محمد علو كهري وحي أركان ساقو لول ما يو عبصان يقولي وننك إني قد داي ورمحاكو هلي وحا أولي نندار أيا إي مدو اللاك بو إيقالي والله نبر كان أدعي وحان أمالينا يا إنو ملقي هيبا أمالينا يا وحان قري محمد رسولك إله إنو يهيان قري إلى وكيل نبي قصة كلها إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم قارب الدوني النبي الله نقعنتك ولي مادان لكن إلهي بك الدفاعي إخواني تضبات كذن بهدو قال لي لهدو وحكاها لدونا كعب ابن الأشرف إيو قزوة أحد هدو قال لي لهدو سأودع علي وينوت الضباط كذنبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.